البحار هي أكبر المسطحات المائية، صحيح أم خطأ؟ صحيح المسطحات المائية محيطات. خطأ خطأ. يعني ماشي البحار اللي هي أكبر المسطحات المائية في العالم. ها صحيح، نشوفوا إجابة صائبة. نعم خطأ خطأ، المحيطات هي أكبر المسطحات المائية ماشي البحار. ها يا فارس كان حاكمك ستريس أسيدي. ها فرصة أخرى تقدموا، ها استغلوها. هاي هاجر الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الحبشة، صحيح أم خطأ؟ صحيح 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 أم خطأ؟ صحيح. ها الجمهور نشوفوا إجابة صائبة ولا غير صائبة. إجابة صائبة ولا غير صائبة؟ هي إجابة بالطبع غير صائبة، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام ماشي هو اللي هاجر الحبشة، كلف الصحابة يهاجروا الحبشة. وين قال لهم؟ ها شكون يتذكر؟ صح قريب هاجروا مالك لا يظلم عنده أحد.